مؤخرا شارك محمد رياض في مسرحية بعنوان الحفلة التنكرية، وانتشرت أخبار أنه كان غير راضي عن التجربة. يا ترى ليه؟ هنعرف حالا. ردة فعل كانت معقولة، يعني ما يعني كنت أتمنى أنها تبقى أفضل من كده، لكن يعني تمام. أو إحنا عرضنا شهر واحد بس، لما تيجي فجأة تحس أن أنت ما يعني، هي تجربة مش عايز أتكلم عنها، التجربة كانت سيئة يعني. سيئة لأنه لقيت نفسي بتحرك في البحر، يعني أنك واقف لوحدك، لا حد واقف معك، رئيس البيت الفني ملوش علاقة خالص، يعني مش عارف، مسؤولين ما كانوش واقفين ورا العرض، وده حاجة ضايقتني يعني، حاجة يعني خلتني مستاء جدا يعني، وخلتني يعني الواحد يفكر كتير ان هو اما يجي يشتغل مسرح يفكر، لانه النجاح مش انك تبقى مستقبل عروض اوريدي ناجحه باصحابها بمخرجينها وانت تبقى انت بتتصور على اساس ان دي عمل، لا، النجاح انك توفر العروض حتى لو العرض بتاعك متعسر. لو انا عرضي بتاع حفله تنكريه ده كان متعسر في ان ما كانش عليه اقبال كما ينبغي، لانه ما تعملش دعايه من اي نوع، ده ما عملوش، هما ما عملوش اي شيء يقف ورا العروض بتاعتهم.